انحصار مصدر العلم الديني بعلي وال علي فقط فلا ناخذ التفسير الا منهم. انحصار طريقه التفكير وقواعد الفهم وفقا للمنطق العلوي بهم فلا ناخذ الا منهم وعنهم انني اتحدث في جانب العقيده الدينيه في جهه المعرفه الدينيه في اجواء العلم الديني فمصدر العلم هم فقط اتحدث عن العلم الديني ومصدر الفهم هم فقط قواعد الفهم قواعد المنطق ناخذها من علي وال علي فقط موازين التقييم انها موازين الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله هذه موازين التقييم رابعا البناء العقلي والتكوين المعرفي طينته طينه الغدير مادته معدن بنائنا العقلي وعجينه تكويننا المعرفي تؤخذ من افنيه الغدير وقلوبنا تلك الاوعيه التي تتفاضل بحسب اتساعها يا كميل الامير يقول يا كميل القلوب اوعيه وخيرها اوعاها بقدر ما ننظف تلك الاوعيه من قذارات العيون الكدره وبقدر ما نزينها ونجملها ونطهرها بما نأخذه من العيون الصافية التي لن قطاع لفضلها ولن قطاع لمددها ولا جفاف لها إنها عيون معارفهم إنها عيون فضلهم وجودهم وكرمهم وسماحتهم ليس لي وراء الله كما نقرا في دعاء علقمه الذي يرويه عن امامنا الباخر يقرا بعد زياره عاشوراء ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى.